مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوكولا كتير سهلة وسريعة. عنا كوب سكر بودرة، كوب كاكاو، كوب حليب، وكوب زيت نباتي. الكاكاو والحليب حطيتهم بالفريزة 10 دقايق ليسقعوا منيح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الكاكاو، السكر، الحليب، بخفقهم منيح مع بعض. رح حط الزيت مثل الخيط فوق الخليط انا وعم بخلط. انتهينا من الخلط، هيدا الشكل صاروا، شفتوا كيف؟ هذه الشوكولا بعد ما حطيتها بالفريزة حوالي 3 ساعة كتير ناجحة لتزيين الكيكات ولدهن الساندويش. هذه الشوكولا اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.